على الأسواق متاع الغلة الفترة اللي تعديت برشا توينس يقول لك الغلة تجي وتمشي وما نشبعوش بها بالأسواق اللي موجودة فما تراجع ولا بالنسبة للسنة سافا لاباس بالنسبة للغلة بالنسبة للبرتقال معناها ومدانينا سافا أما كبنان صعيب شوية بلي قلت عليه 15 دينار و 13 دينار معناها البعائلة ما يخلطش أفر البنان بالنسبة للأسواق الأخرى برتقال سافا بارابور على العام الأول صافا المدانين عاملة ولا 5000 سنة كمان فما الدينار فما 1300 فما 1500 انت على قد فلوسك باهي صافا لابس يعني باللي في جيبك تنجم تشري مبدأ نورمالمون السنة اي السنة بالنسبة للمدانين والبرتقال صافا لابس نجموا نشريو قوارص بصفة عامة اي اوكي التفاح والدقلة وما يا تفاح الدقلة ولا نقطة استفهام الدقلة في تونس ما نعرفش شنو هي حكايتها بالضبط. 12 دينار و10 دينار عادي. إيه برشا. تمشي للجنوب تاخذ ب 3000. علاش توصل لهنا ب 12 دينار صحيح ولا؟ فهمني؟ بالنسبة للدقلة في تونس نقطة استفهام كبيرة هي والبنان. فهمني؟ هي والبنان نقطة استفهام، ما نعرفوش علاش. إن شاء الله الدولة تدخل خاصة في أمور الدقلة. جات قبل مع وزير الفلاحة القديم سمير بوطيب. قال باش نشوفوا حل مع الفلاحة نتاع الدقلة وماك تعرف عندك اللي صار وما نعرفش شنو وكذا ومشات مشيت الامور من غادي لغادي فهمت كيف ورجعت كالعاده ب 15 دينار مش لا فهمني اما تمشي تو للجنوب تاخذ ب 3000 ب 4000 وتروح فهمني هاك شوفها تو لهنا ما تجي حتى شيء ب 12 دينار ديك فهمني ياسر بحق ياسر يعني نجم نقولوا ان الغله رجعت سي بون للقائمه نتاع الحاجات اللي ياخذهم التونس مكر اخاك انا بطل رجعت على خاطر مصلي يعني بيه شتاء فهمني ومصلي يعني بيه مطر وصابة معناها سنه باهيه اما كان ما ثماش مطر مش عاد يرجعونا كالعاده نفس الموال 5000 المدلينا 3000 البرتقال وانت ماشي هكاك فهمت على خاطر وصلنا في وقت من الاوقات التوانسه يقول لك سي بون انا الغله نحيتها من القائمه عاش احنا عندنا 4 سنين جفاف راه سي نورمال الغله ما نحيناها ما عند ربي سبحانه فهمتني كيف هي السنة ربي عطاها خير وهاك شفت كيفاش حبوا يخزنوها على اساس مثلا ماشي مطر كي ربي عطاها خير وخرجوها ولا تتباع بدينار وب 1200 و 1500 فهمتني ولا الوكيل ينجم يشري ينجم مبدئيا ربك سبحانه فهمتني كيف الجيريان مي جو فيان دو فرانس نو ان فرانس وي alors justement il est en train de m'expliquer les prix bah pour moi c'est vraiment pas cher parce que je compare à la France bien entendu hein. Bah, elle est énorme, hein. Il y a au moins 2-3 euros d'écart. Mm. Bah, là, on a juste fait un tour, mais on repassera, on va acheter un petit peu de tout. Ouais. Il y a plein de choses qui donnent envie. Comme ah, bah, j'ai goûté le lim que je ne connaissais pas. Ah bon oui. C'est la première fois que tu as acheté le lim. Moi, le lim, c'est du citron. Bah, non, c'est pas du citron. Ah bon ça vous fait rire. C'est vrai oui, je vous assure que c'est vrai. Pourquoi tu connais pas bah, franchement, on en a chez nous. Non, il n'y a pas. Hein. Non, il n'y a pas. Voilà, c'est ça, le charme de la Tunisie avec toutes les petites choses qu'on n'a pas chez nous là-bas en France. Oui. T'as goûté le lim ? Oui, oui, j'ai goûté. Mais il est un petit peu sucré et tout. Donc, moi, je m'attendais à quelque chose d'acidulé. Mais en fin de compte, non, c'est sucré, c'est très bon. C'est lui qu'il faut interroger en vérité. Donc, vous allez acheter combien de kilos ? Oh non, peut-être pas en kilos. On n'est que deux, donc. Oui, c'est vrai, c'est délicieux. Bah, la rigueur, un kilo, voilà, un kilo. Voilà, il y a mon facile. La madeline, je suis le télé. 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 تشوف مثلا التومسون البرودان معناتها مقبول معناتها ب 2000 فرانك خلينا نقولوا التومسون على بحضينا اي بصراحه ماهوش كلي معناتها نامبورت كي فما تو لهنا في المركز السنترال تلقى ب 2000 فرانك امشي البقايع هكا سو ديزون اسواق شعبيه باش تلقى حتى ال 12 ال 15 بدينار فما اكثرش من دينار موجود دونك كل واحد كل قدير وقدره كل واحد على شي يقدر يظهر لي هذه من السوام ماهيش ماهي شكل زاد مرتفعة الحاجات المرتفعة ما معروفة ماهيش في الفصل نتاعها تو كي تشوف الطماطم والفلفل ما هو نتاع بيوت مكيفة ماهيش نتاعك نتاع الصيف نتاع فصلها يظهر لي وحسب ما فهمنا انه الاسعار اللي موجودة حاليا تخفف شوية على الناس معناها مسألة الغلاء ولا
إيه ما أنا قلنا توا كل واحد وقديره وقدره، اللي نجم يخدم المارس سنترال باش يلقى أسوام معينة يمشي لأسواق أخرين، باب الفلة ما نعرفش أنا من غير ما نذكر حتى البقايا، الأسواق الشعبية تلقى أسوام على بورتي بصراحة. معناتها في قابلنا التفاح سبيبة 2480 فرنك، معناها هو مزيان وكعبة خشينة وحتى الجودة باهية. نتاع فريجو هذاك، نتاع فريجو. إي لا لا نتاع فريجو. اي ما في العاده التفاح هذيك تلقاوه اغلب برشا من هذا. اغلى اغلى اي علاش قلت لك انا اي علاش قلت لك الاسوام بصراحه ماهيش شكلي باش يتذمر منها الوكيل بكل صدق. انا عندي خضار واحد اللي هو محمد هاوكا في باب الحوت، هذاك انا اخذي من عنده. الاسوام سدي فيه كل واحد يبيع بقداش، اليوم البنانه هاوكا ب 11000 سكي، ماهوش انديسبونسابل باش ياخذ واحد هو غلى. مي انت والكاليبر نتاع الغله زاد، مش باش نحكيو على الاسوام، كيما نلقى انا ليم ب 6000 وكيما نلقى ليم ب 4000 كيما نلقى ليم ب 3000، دونك انت ومقدورتك الشرائيه كل واحد شنو يحب. انا عندي خضار واحد ناخذ من عنده الغله اللي كيف ناخذها ما لا وحش حتى شيء منه. انت في العاده شنو تاخذ اكثر حاجه نتاع غله، اكثر انواع الغله تاخذهم؟ كل سيزون ناخذ غلتها. توا مثلا توا باغ اكزومبل ناخذ برقدان، ناخذ ليم، ناخذ تفاح خاطر نحب التفاح زاد. لانزاس كان مدة موجود ناخذ لانزاس إذا نحبه. تو البرقدان مدالين سختو المدالين عنده فما مدالين هايلة ديجا. قلت لك أنت والنوع نتاع الغلة اللي تاخذها، خاطر الأسوام سادي فيغ ولا كاليتي سادي فيغ، لو كاليبر نتاع الغلة زادة سادي فيغ. كي مش إما كيما تشري مثلا مدالين ب 4000 كيما تشري مدالينا ب 1500. انت تركز اكثر مع السوم ولا مع الجوده؟ لا انا مع الجوده ما نكذبش عليك، نشري جو برون مثلا في عود باش ناخذ 2 كيلو برخيص ما ناخذهمش 2 كيلو، ناخذ كيلو ونص غالي وناكلو الكل ما لوحوش، فهمت؟ خاطر 2 كيلو بالسوم هذاك يجيب لك حتى كي بون زيد شويه كيلو ونص تاخذه وتاكلو، وان بلوس دو سا حاجه باهيه مش تفاح زاد كيف كيف، فما تفاح كيف الزعرور شنو طعمه هذاك اللي فيه؟ معناها التفاح هذاك اللي طايح تحت الشجره، لموه جابوه بيعوه. مارشي سنترال اون تخوف توت لي الانواع الكل، داكلا زاد سادي فيغ، ناخذ داكلا زاد داكلا تعجبني. هو البشر اللي عينه كبيره يحب الحاجه الباهيه والكبيره، بون بيان سور على قد جيبو. انا ما نكذبش عليك، الوالد ربي يرحمه والوالده ربي يرحمها يحبوا الحاجه الباهيه وديما يودونا بالحاجه الباهيه، دونك ما نجمش حتى توفيت الوالده ما نجمش ندخل على خواتي حاجه لاقل من اللي مستانسين ياخذوه، فهمتني؟ وانا نشيخ بالحاجه كي تبدا مزيانه وباهيه نشيخ بها عيني هكاك الغله. الوكيل ياكل بعينه خلينا. فوالا يعطيك الصحه. شو رايك في الاسوام نتاع الغله اللي موجوده هوني؟ غاليه برشا، ما يقدرش واحد زوال باش ياخذها ديما. نحكيو على القوارص التفاح. اي التفاح والبنان والانجاس وكلهم غالي ما ينجمش يقدر عليهم واحد، حتى توا الطبقه الوسطى ما عادش تنجم تقضي معنا. ما فماش تراجع ولو طفيف في الاسواق نتاع الغله؟ بالعكس انا نشوفها ديما زايده، فهمتني؟ مثلا انت اليوم شو باش تاخذ؟ اليوم درت فما كان حاجات معناها خفيفه، باقي ديما غالي. وليت خرجت كاو قوارص ماكش باش تاخذ؟ لا لا عندي ديجا خذيت. الاسوام في الاسواق لهنا كي مثلا مارشي سنترال والاسواق المجاوره تختلف يعني في فرق ولا؟ لا لا ولا كيف كيف، حتى من داخل الجمهوريه عملوا تليفون الاسوام اللي في العاصمه يحطوها بالضبط تليفون خدام. اي صحيح.